أسعد الله صباحكم ومتابعينا أينما كنتم. الأحوال الجوية نهار هذا اليوم تستقر الأجواء في أغلب المناطق، تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت. الطقس مستقر بارد نسبي طبعا، يبقى مع ظهور بعض السحب والغيوم. درجة الحرارة العظمى اليوم في العاصمة عمان كحد أقصى 14 درجة مئوية. دعونا نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من المناطق الشمالية في إربد حوالي تقريبا 17 إلى 6، جرج 17-7، في عجلون 15-7، وفي المفرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. في المناطق الوسطى من المملكة تكون في عمان 14-7، في الزرقاء 18 إلى 7 درجات مئوية، في السلط 15-8، وفي مأدبة من 16 إلى 6، في حين تكون في البحر الميت من 23 إلى 14. جنوبا تكون في الكرك 13 إلى 6، في الطفيلة 12-6، في معان 14-3، في العقبة 22-14، وفي الشرع من 9 إلى 3 درجات مئوية. أما في الشرق فتكون في رويشة 17-4، في الصفاوي 18-5، وفي الأزرق من 19 إلى 8 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.